صباح الخير طلاب الصف الثاني. ماما هواي راح اترك اني من المحاورات، هذا الدرس هاي المحاورة كلش مهمة، انا راح اركز عليه لان هاي ماما امتداد للصف الثالث. احنا الكتاب قلت لكم مجزأ، هاي المحاورة خلينا نفتهم القصة مالتها حتى نفتهم. انا سبق وان نزلت في فيديو ما اعرف شفتوه له لا عن مسيو دوبوي، البي دي جي عنده مؤسسة راح يختفي. اوكي او بيرو دو كوميساريا كوميس او بيرو. هسه بس حقرا الدرس وبعدين ابدي وياكم بالشرح. او بيرو دو كوميساريا ده جزءها كوميساريا. انيس دارو جون انسبكتور دو بوليس سوكيب دو لانكيت لو كوميسار. Vous avez une idée sur cette disparition? Vous avez une idée sur cette disparition? Enisdao, je pense que c'est un meurtre ou un enlèvement. Je pense que c'est un meurtre ou un enlèvement. Le commissaire, il y a le mot forward commissaire. À votre avis, où faut-il chercher le coupable? À votre avis, où faut-il chercher le coupable? Anis Daro, je crois qu'il faut chercher dans la famille de Monsieur Dubuis. Monsieur Dubuis est très riche. Le commissaire. Quelqu'un veut l'héritage, Anis Daro, sans doute. Le commissaire, qu'est-ce que vous allez faire? Anis Daro, je vais interroger les membres de la famille. Le commissaire, alors vous allez beaucoup voyager. Hessa qareta harja ashraha. Au bureau du commissariat. Commissariat yani maktab, bureau ma'na maktab. Hay ma'ali mama. Bureau du commissariat, maktab al mufawwadiyya. Jeune inspecteur mufattish. Jeune ma'na hashab. مفتش سوكيبي دو يهتم بي دو لانكيت تحقيق إن إيدي فكرة سيغ فوق الكونتخير مالتها يعني أوبازيت هو سو لكن هنا جاية مو معناها سيغ فوق حول أو عن سيت هذا الديسباريسيون هذا الاختطاف اختفاء ديسباريسيون معناها اختفاء Pensez, يعتقد أو يفكر مثل think in English. Un meurtre, جريمة قتل. Un enlèvement, اختطاف. Coupable, متهم. Courroir, يظن. Vers du troisième groupe, مجموعة ثالثة, صرفته. Je crois, tu crois, il, elle, on croit. Nous croyons, vous croyez. إل الكروة ماما هذا فعل مجموعة ثالثة لازم ينحفظ معناه يظن أو يفكر ريش غني باوغ فقير باوغ إريتاج معناه الإرث انتروجي يسأل أو يستفهم مامبغ أعضاء. أوكي هسا راح أجي وياكم لأن مهم الأسئلة مالتها. ماما أول شيء من تريدون تقروها قبل ما تجون تقروها حفظوا المعاني حتى تصير عليكم سهلة. أو بيغو دو كوميسيارا كوميساريا مكتب المفوضية. أنيس داغو هي المحققة. جون انسبكتور هنا محققة. دو بوليس سوكيب دو لانكيت. أول سؤال هذا العنوان بسؤالين. كي أنيس داغو من هي أنيس داغو؟ ألي إن جون انسبكتور دو بوليس. أعيد السؤال كي أنيس داغو اللي هي إن جون إنسبكتور دو بوليس دو كوا
de quoi معناها بماذا. Est-ce qu'elle s'occupe? Occupe فعل مجموعة أولى بخونومينال. Occupée s'occupe بماذا هي منشغلة. Elle s'occupe de l'enquête منشغلة بالتحقيق. Ok. Je pense que c'est un meurtre ou un enlèvement. هي تعتقد أنه هذا الاختفاء المفاجئ المسيو دبوي هو لو جريمة قتل أو اختطاف. إذن السؤال Que pense-t-elle de la disparition du monsieur Dupuis? Que ماذا pense-t-elle, بقى مامتي اللفظية بالاستفهام, de la disparition de monsieur Dupuis? يعني هي إيش كانت تفكر أو تعتقد باختفاء monsieur Dupuis. Elle pense, هي تعتقد, que c'est un meurtre, يا إما جريمة قتل, ou un enlèvement. Elle pense que c'est un meurtre, ou un enlèvement. À votre avis, le commissaire, يعني المفوض, يقولها à votre avis, برأيك, à votre avis, برأيك. من نريد نقول للواحد برأيك, نقول à votre avis. Où, سبق وين قلناها, معناها أين, faut-il, يعني هي أصلها il faut, ماما معناها يجب. بس لين تعرفون الاستفهام نقلب, où faut-il chercher le coupable, أين يجب أن نبحث عن الكوبابل, الكوبابل هو المتهم. Je crois qu'il faut chercher, أني زاغو تعتقد أنه il faut chercher dans la famille de monsieur Dubuis. Dans la famille de monsieur Dubuis. Quelqu'un, يعني أكو شخص ما, أخذناها quelqu'un وأخذنا النفي مالتها سير personne. Quelqu'un veut, شخص ما يريد الهريتاج, يريد الارث. Sans doute, بدون شك. Sans doute, معناها بدون شك. Sans doute, معناها بدون شك. Qu'est-ce que vous allez faire? المفروض ده يسأل أنيزاغ, يقول ماذا سوف تعملين. ماما ده تلاحظون verb aller, إجا وراء مصدر, هذا مستقبل. محاضرة ثانية أشرح لكم إياه. Je vais, bah, ماما, je vais interroger, سوف أسأل أو أحقق أو أستجيب les membres de la famille, أعضاء العائلة. Alors, vous allez, bah, ماما, vous allez beaucoup voyager. Beaucoup معناها كثيرا voyager, ولا أنت سوف تسافرين هواي. سوف تسافر. إذن, سؤال الأخير هو كاسكو أنيس داغو va faire. Je vais essayer Anis Darou. Elle va interroger les membres de la famille. راح تستجوب أعضاء العائلة. OK. ماما هي هاي المحاورة عندنا. إذا صار امتحان إحنا ما نعرف. ما إجا كتاب رسمي إنه اللغة الفرنسية. هذه المحاورة مهمة وهذه مهمة. هاي أنا مسجلة لكم بها فيديو. هذه هي وأسئلتها مطالبين بها. وهذه هي وأسئلتها فقط. سواء بالامتحان الأوغال يعني الشفوي أو بالتحريري.